أهلا بكم عبر أثير إذاعة تونز العلمية. أحاديث دينية، أناشيد وطنية، مشاركات ومساهمات من تلامذتنا. إذاعة المدرسة فرصة لتلامذتنا للإبداع والتميز. قالوا الكثير من الحكم والأقوال والأمثال عن الصداقة، لكن الكلمات تعجز عن وصف مكانتها ومقدار ما تفعله في قلبي من شعور بالفرح والراحة والطمأنينة. والأمثلة على الصداقة النقية كثيرة، أجلها وأرفعها مكانة صداقة الرسول عليه الصلاة والسلام بصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي ضرب أروع الأمثلة في صداقته مع رسول الله ولم يتركه في أي لحظة، وآمن به وصدقه في وقت تخلى الكثير من المقربين عنه. لذلك يجب أن تكون صداقة مبنية على أسس متينة من الفضيلة، وأهمها التسامح وكتم الأسرار والإيثار والصدق والأمانة. الصداقة تمنح الأصدقاء حياة إضافية وتساعد في تخفيف الحزن، كما تزيد من الشعور بالفرح وتجعل للأوقات معنى أعظم. إنها بحر لا حدود له من المحبة، وشجرة عالية وارفة الظلال تهفو إليها الأرواح وتستريح القلوب في ظلالها. تقدمني وأنت أعز قدرا، وتؤثرني وأنت حق دوني. تقدمني وأنت أعز قدرا، وتؤثرني وأنت حق دوني. وتسألني وأنت أجل علما، فيهديني سؤالك أمر ديني، فيهديني سؤالك أمر ديني. صديقي بالوفا تلقاك روحي، وروحك بالمودة تلتقيني، وروحك بالمودة تلتقيني. أما الآن يتفضل المتعلم بسنان عمر الفاروق بن إبراهيم من قسم 5-2 في أروع ما قيل في الصداقة باللغة الإنجليزية، مع الترجمة مع المتعلم امتياز محمد الفتح بن طه من قسم 4-2. Friendship is a puzzle that can only be solved by loyal people. الصداقة لغز لا يستطيع أن يحله إلا الأوفياء. Friendship is a secret of happiness. الصداقة سر من أسرار السعادة. True friendship is trust. الصداقة الحقيقية لا تقدر بثمن. Love for your friends what you love for yourself. أحب لأصدقائك ما تحبه لنفسك. How found the perfect friend found life. من وجد الصديقة المخلصة فقد وجد الحياة. Hey!
ينضم إلينا مراسلنا المتعلم حواش إبراهيم بن يحيى من قسم 5-3 ليسأل المتعلمين عن بعض الأسئلة المتعلقة بالصدقة. نعم زميلي محمد، أنا هنا في الساحة بين المتعلمين، سأحاول أن أختار بعض العينات معي المتعلم وليد. ما معنى الصداقة؟ تعتبر الصداقة أحد أعذب المناهل التي تساعد الإنسان على الاستمتاع بالحياة. نأخذ متعلم آخر. محمد، هل تملك صديق وفي؟ نعم أمتلك صديق وفي، دودو محمد. ما أهم شيء في الصداقة؟ أهم شيء في الصداقة المحبة، التعاون، مساعدة. مصطفى، ما هي صفات صديقك المفضل؟ صفات صديقي المفضل هي وفي ومتفائل ويحب الخير للجميع. المتعلم سبع صهيب بن منير من قسم 5-2 في أروع ما قيل عن الصداقة باللغة الفرنسية مع الترجمة تلميذ دادا ياسين بن الحاج عمر من قسم 2-1. L'amitié est le fruit de l'estime. Elle ne s'affaiblit jamais ni par le temps ni par l'absence. الصداقة هي ثمرة التقدير، فهي لا تضعف أبدا لا بمرور الوقت ولا بالغياب. On connaît les véritables amis dans le besoin. الصديق وقت الضيق. L'amitié est un trésor précieux. الصداقة كنز ثمين. Un ami sait tout de toi et qui t'aime quand même. الصديق هو الشخص الذي يعرف كل شيء عنك والذي يحبك على أي حال. On est là pour s'amuser et rester.
معكم في تنشيط هذه الحصة الزملاء محمد بن بلحاج من قسم السنة الخامسة 2.